كيف حالكم أول؟ كيف أصبحتم؟ نتمنى أن تكونوا دائما بخير إن شاء الله تعالى. اليوم أحبتي في مادتنا مادة العلوم، مادة العلوم سنتحدث أنا وأنتم عن درس جديد في وحدتنا، وحدة المادة في عالمنا، المادة في عالمنا. تحدثنا أولاً يا أول في هذه المادة أو في هذه الوحدة عن المواد واستخداماتها، عن المواد واستخداماتها، وقلنا أن المواد توجد في البيئة المحيطة لنا، توجد في البيئة المحيطة لنا على أشكال متنوعة نتعرف عليها من خلال حواسنا، من خلال حواسنا. في هذه المواد قلنا أنها تتميز بخصائص كالرائحة، كالملمس، كالطعم، كالشكل، كالصوت، لذلك نستطيع التعرف عليها بسهولة من خلال حواسنا، من خلال حواسنا الخمس. وقلنا أن لبعض المواد خصائص داخل هذه المادة، مثل الزجاج الذي يكون هش وقابل للكسر، هش وقابل للكسر ولا ينجذب إلى من؟ إلى المغناطيس. أما الحديد فهو قوي وصلب وأيضا لا ينكسر، لكن ينجذب للمغناطيس، ينجذب للمغناطيس. في درسنا التالي أول تعرفنا على تصنيف المواد، تصنيف المواد، وقلنا أن بعض المواد طبيعية وبعدها وبعضها صناعية، وبعضها صناعية. الطبيعية ماذا كانت؟ من يخلقها لنا؟ يخلقها الله تعالى وتوجد في الطبيعة، هذه المواد توجد في الطبيعة، يخلقها الله تعالى لنا في الطبيعة من مثل الصخور، نباتات، حيوانات، هذه والتربة أيضا، هذه المواد طبيعية توجد في الطبيعة، توجد في الطبيعة بخلق الله تعالى، يخلقها لنا الله تعالى لتساعدنا في العيش في هذه الحياة، لنستمر في حياتنا، لأن من المواد الطبيعية نستطيع أن نصنع مواد صناعية، مواد صناعية. والمواد الصناعية من يصنعها لنا؟ نعم نصنعها نحن، الإنسان يصنع المواد الصناعية من المواد الطبيعية. إذن المواد الصناعية يصنعها الإنسان من المادة الطبيعية، والمادة الطبيعية توجد في حياتنا، توجد في البيئة المحيطة لنا في الطبيعة، من صخور، من حيوانات، من نباتات، من أيضا من تربة. هذه المواد التي توجد حولنا في الطبيعة مواد خلقها لنا الله تعالى، فالحيوانات نستخدم صوفها أو جلدها، نستخدمه لصناعة الوسائل، لصناعة الكنبيات أو الأثاث في المنزل، الإسفنج أيضا يا أول نستخدمه لصناعة ملابسنا، لحقائب الجلد، لكراسي جلد. إذا نستطيع أن نستخدم هذه المواد لنصنع منها مواد صناعية، هذا ما تعلمناه في درسنا الماضي. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد وهو حالات المادة، حالات المادة، افتحوا معي كتابكم صفحة 61 لنقوم أنا وأنتم بحل الكتاب. إذن يا أول في السؤال هنا يقول لنا أصنف المواد الآتية إلى طبيعية أو صناعية. طبيعية أو صناعية، قلنا أن الطبيعية هي من خلق الله تعالى، توجد في الطبيعة، أما الصناعية يصنعها الإنسان، يصنعها الإنسان. عندي هنا صورة صخور، صورة صخور، هل هي طبيعية أم صناعية؟ طبيعية، إما أن تكتبوا حرف الطاء وإما أن تكتبوا طبيعية، إما أن تكتبوا حرف الطاء وإما أن تكتبوا طبيعية. عندي وعاء بلاستيكي، وعاء بلاستيكي، الوعاء البلاستيكي أول هل هو مادة طبيعية أم مادة صناعية؟ نعم مادة صناعية من صنع الإنسان، إما أن نكتب حرف الصاد وإما أن نكتب صناعية. الكيس يا أول، الكيس، كيس من الورق، هل هو صناعية أم طبيعية؟ مادة صناعية أم مادة طبيعية؟ صناعية من صنع الإنسان، إذا إما أن نكتب صاد أو نكتب صناعية. هنا يا أول هذا جلد الخروف، جلد الخروف نسميه نحن بالجاعد، بالجاعد، هل هذا مادة صناعية أم مادة طبيعية؟ نعم إنه طبيعي، من الخروف طبيعي، إما أن نكتب طبيعي أو أن نكتب حرف الطاء. نأتي للسؤال الثاني، أصل بين المفهوم والصورة المعبرة
عنها أو بما يناسبها مادة طبيعية ومادة صناعية. المادة الطبيعية هي الحذاء الرياضي أم الصخور؟ نعم، الصخور مادة طبيعية يخلقها الله تعالى لنا، أما الحذاء الرياضي فيصنعها الإنسان. إذن هي مادة صناعية، مادة صناعية. عندي هنا يقول لي أول ما المادة الصناعية التي نصنعها، ما المادة الطبيعية التي نصنع منها وسائد، نصنع منها الوسائد. إما أن نستخدم الوسائد ريش، نضع داخل الوسادة ريش، إما أن نضع داخلها قطع الصوف أو نضع داخلها إسفنج. إذا قد نستخدم صوف من الخروف، قد نستخدم قطن من النباتات، وقد نغطيها بقطعة من القماش. إذا هذه أو الخيوط، الخيوط أيضا طبيعية، الصوف أو الخيوط الرقيقة نصنعها من، نأخذها من الحيوانات، فإما أن نصنع من الحيوانات وإما أن نصنعها من الحيوانات ونباتات. القطن نبات، الصوف من الحيوانات، الريش من الحيوانات، الخيوط من الحيوانات. إذا المادة الطبيعية التي نصنعها من الوسائد، التي نصنع منها وسائد، إما أن نأخذها من حيوانات أو أن نأخذها من نباتات. تعالوا اليوم نتعرف على درسنا وهو حالات المادة، حالات المادة. وأنا جهزت لكم فيديو لنشاهده عن درسنا حالات المادة. تعالوا نرى الفيديو الخاص بدرسنا اليوم، بعدها نتحدث أنا وأنتم عن درسنا يا أول. لديكم في الكتاب ثلاث حالات مهمة، وهي سائل، صلب، غازية. سائل، صلب، وغازية. كما ترون في هذا الفيديو، تعالوا نعيد هذا النقطة منه يا أول. مرحبا أصدقائي، سنتعرف اليوم على حالات المادة. ولكن ما هي المادة؟ إذن سنتحدث اليوم عن حالات المادة. تعالوا نرى ما هي حالات المادة. المادة هي كل شيء حولنا. هذا ما تحدثنا فيه في درسنا الأول، وعن المواد، المواد واستخداماتها. المواد هي كل شيء يحيط بنا. الطاولة مادة، هذه القماشة مادة، الشاشة مادة، المسطرة مادة. كل ما يحيط بنا مواد، إما أن تكون طبيعية وإما أن تكون صناعية. مهما كانت الأشياء بعيدة أو قريبة فهي مادة، فهي مادة.
الأرض، الجبال، الغيوم، الهواء، المياه، النجوم، الدراجة، وحتى النحل. إذا هذا مادة الجبال، مادة الأرض، مادة الماء، مادة الدراجات، مادة الغيوم، مادة الإنسان، مادة الإنسان، مادة حتى نحن مادة. كل شيء مادة إن كان قريبا أو بعيدا. مهما كان الشيء قريب أو مهما كان بعيد هو مادة. كل ما يحيط بنا في هذا العالم الذي نعيش فيه مادة. إذا المواد كل شيء يحيط بنا. تعالوا نرى حالاتها. للمادة أربع حالات: صلبة، سائلة. أنتم التي يهمكم صلبة وسائلة وغازية. صلبة، سائلة، غازية، هذه المواد الحالات التي تهمكم، هذه حالات المادة المهمة لنا. غازية أو بلازما. تعالوا نرى الصلبة الآن. المادة الصلبة هي ما تراه وتلمسه ولا يتغير شكله. المادة الصلبة يا أول، المادة الصلبة هي ما نراها. ها نحن نرى المسطرة الآن. ما نراها ونلمسه، ما نراه ونلمسه، نحن نلمس المادة الصلبة ونرى المادة الصلبة، إذا ولا نستطيع تغيير شكله. هل نستطيع تغيير شكل المسطرة؟ لا نستطيع تغيير شكل المسطرة. إذا المسطرة صلب، المسطرة صلب. القلم، ها هو القلم. القلم أستطيع رؤيته، أستطيع لمسه بيدي، ولكن لا أستطيع تغيير شكله بثانيه، لا أستطيع ثانيه، لأنه مادة صلبة وقوية. هذه مادة صلبة، هذه مادة صلبة. هذه الزجاجة يا أول، هذه الزجاجة أستطيع رؤيتها وأستطيع لمسها، لكن لا أستطيع تغيير شكلها لأنها مادة صلبة، لأنها مادة صلبة. فالأريكة صلبة. الأريكة هي الكنب الذي نجلس عليه أو المقاعد التي نجلس عليها كالكراسي. الأريكة كالكراسي، والأريكة صلبة، نستطيع رؤيتها، نستطيع لمسها بيدنا، لكن لا نستطيع تغيير شكلها. والأشجار صلبة. الأشجار يا أول التي نراها، النباتات نراها ونلمسها بيدنا، لا نستطيع تغيير شكلها، إذا هي صلبة، صلبة التي لا نستطيع تغيير شكلها. والألعاب الألعاب صلبة. الألعاب صلبة. تعالوا نرى السائلة. المادة السائلة هي ما تراه وتلمسه ولكنه يغير شكله حسب الوعاء الذي يحتويه. إذا يا أول، السائل كالماء، السائل كالماء أو العصير، ماء أو عصير نشربه. السائل ماء أو العصير الذي نشربه، لا هو نلمسه، هو نلمسه ونستطيع رؤيته، نلمسه بيدنا ونستطيع رؤيته. عندما نضع يدنا تحت حنفية الماء لنغسلها، نحن نلمس الماء بيدنا ونستطيع رؤيته، لكن يتغير شكله بتغير الوعاء الذي نضع الماء فيه. السائل نراه ونلمسه، لكن يتغير شكله بتغير الوعاء الذي نضعه فيه. فأنا هنا أضع ماء، هنا أضع ماء، هنا الماء أخذ شكل ماذا؟ الاسطوانة، أخذ شكل اسطوانة. لو وضعتها في وعاء أو في صحن بلاستيكي ستأخذ شكل الوعاء الذي وضعتها فيه. لو شربنا الماء أو العصير بالمصاصة سيأخذ شكل المصاصة، سيأخذ شكل المصاصة. إذن السائل نراه ونلمسه، لكن يتغير شكله بتغير الوعاء الذي نضعه فيه، بتغير الوعاء الذي نضعه فيه. اليوم تعلمنا عن المادة الصلبة والمادة السائلة. مادة صلبة نراها ونلمسها لكن لا يتغير شكلها، لا نستطيع تغيير شكلها. المادة السائلة نراها ونلمسها لكن يتغير شكلها بتغير الوعاء الذي نضعه فيه. تعالوا نرى أمثلة عليها. الماء سائل، والعصير سائل، وقطرات المطر سائلة. إذا
هذه قطرات المطر والماء من الحنفية أو الماء الذي نشربه وأيضا العصير الذي نشربه. لاحظوا هذا العصير أخذ شكل الوعاء الذي وضع فيه. اليوم سنكتفي أنا وأنتم بتعلم المادة الصلبة والمادة السائلة لكي تتقنوها، وفي المرة القادمة سنكمل عن المادة الغازية. المادة الغازية لكن لن ننهي درسنا اليوم ولن يكون عليكم أشياء واجبات مهمة في عدد العلوم، سنكمل درسنا إن شاء الله في المرة القادمة. ألقاكم على خير أحبتي، أحبكم كثيرا، أتمنى أن تكونوا دوما بخير إن شاء الله تعالى. إلى اللقاء.